السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا لكم بزر، شوف البزر سبحان الله، هذا شجرة الصفصاف. شجرة الصفصاف هذا شنو؟ القطن يحتاج الحسون والكناري وكل الطيور عن تحتاج لين، هو بي قطن. تمام، شوفوا ايش قد جماعه من عده، جماعه من عده، هذا شوف القطن، هذا القطن هذا. جبنا بعض من بزر الشوك الحرفش، ما بقى موسم راح يخلص، بقى نبذني كم واحدة والباقي يعني طير يبس. ان شاء الله باكر راح اجيب الجونية من عدة، على مود شفته راح يخلص، على مود اضمن عدة للطيور البقية. وهذا شجرة الصفصاف يطلع قطن، القطن كله هذا نفس هاي القطن، نفس هذا القطن. شوفوا ظل ويانا، راح افرغه بالمحمية، شوف الطيور شو تسوي. نبلش بالاستعراض للطيور، نشوف شلون الطيور راح تستفاد من هذا الشوك. خلي الطيور هنا تتونس، هاي طول راح تلقطه تخليه العشوش. هذا الموسم موسم التكاثر الطيور، وهذا سبحان الله يطلع شلون منظر حلو، يطلع ويا تكاثر الحساسين، يعني تلم من عند الحساسين. هذا القطن، شوف القطنة شلون حلو، القطن مالته حلو وبيحب، على مود العش يتماسك بيناتهم، تخلي بالعش يتماسك بحبيبات ناعمات. أنا أجيب هاي العلاقة الثانية، وهذا كل واحد عنده محمية لازم يسوي هيك شبك، على مود يطلع البزر والخضرة، على مود تاكل الطيور براحته. هاي الطيرة ما حالفها الحظ، بيضت وما عندها فحل، ظلن فرخاتها وحدن وما عايشتن لان ما قدرت تعيش وحدي، لازم لها فحل، وظل اختيار بدون فحل.
ما اعرف شلون يزوج الفحل. هذا الفرخات مال هاي السنة، الفرخات اللي صورت لكم اياها قبل. هذا قاعد يزق ابنه، شلون يزق ابنه؟ نقرر هذا اللاقة الثانية. سبحان الله، شوف القطن، هذا القطن يطلع على كتر الشط اللي شجرة الصفصاف. هذا جبنا هذا البذور على مود الحساسين. استفاد من عده. الصبر بالقطن طبيت. صوركم الطيور خصوصاً عطوني على هذا الجذور وتركني. Yerden.